يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان درجات الحرارة متوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 31، الصغرى 22، اسكندرية 29، 21، مطروح 27، 19، بورسعيد 28، 22، الإسماعيلية 32، 21 وجوها حار. بالنسبة للسويس 32، 22، العريش 30، 21، طابة 31، 23، شرم الشيخ 33، 23، الغردقة 33، 23 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 37، 23، أسوان 37، 24، الوادي الجديد 36، 21، شلاتين 31، 23، حلايب 29، 22 وجوها مائل للحرارة. ولأن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في بعض العواصم والمدن العربية والعالمية.